السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبيل ديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نردوا على اخر تصريحات تاع معطاوي، يعني اخر تصريحات تاع معطاوي، وهي عمليه الدس السم في العسل، وين يثير يعني وين ينشر هذا الاحصائيات كم يعني يعلم، يعني نقولها لك ونعاودها لك، يعني تاع 50 مباراة إن هزمنا 5 مباريات. إذا ما تعرفش اسمع، إذا ما تعرفش اسمع، أنا كي تجي أنتوما اللي راكم تغلطوا في هاد الشباب الصغار، أنتوما راكم تغلطوا في هاد الشباب الصغار، يعني أوا يسمع كيما واه يقول حنايا 50 مباراة، هذا المدير هذا المشرف خسر غير 5 مباريات، روح سقسي هو إذا قانع بذوك ب 50 مباراة اللي خسرها. يقول لك نعطيك 50 مباراة وعطوني غير 5 مباريات اللي خسرتهم اللي تبهدلت فيهم. يقول لك عطيني 5 مباريات اللي خسرتهم اللي تبهدلت فيهم تاع التبهديلة. هذه هي يا ودي، غير 3 مباريات برك، غينيا كوتيفوار وكاميرون. خلينا من البنين 2018 وخلينا السويد لهنا، خلينا غير 3 مباريات برك، نقصوا له زوج يقولوا له 50 مباراة خسرت غير 3، بصح هذوك 3 الآثر تاعهم كي كان، الآثر تاعهم كي كان، خرجتوا نتوما وليتوا تكذبوا، راكم كذابين، رات كاع الناس تكذب، كاينة فئة خرجت ولا تكذب، يعني دافع على مدرب فاشل، يعني خازني المركة ولاسة إلا الضعيف، أنا نعرف الضعيف اللي يقول لك يعني يهضروا بالمؤامرة ويهضروا بالكولاسة ويهضروا بالقسم، كولاسة نهضروا بها حنايا، كاش أنت ما شفت، حنا عمرنا لا شفناها ضربة تاع مع رواندا لهنا مصر، كولاسة كي دايرة وقلبوك، وليت إكزيكو معاهم وروحنا لعبنا ماتش دوبارا، كولاسة كي دايرة تاع بوركينا فاسو، في بوركينا فاسو مي خسرنا، كي دايرة خويا. واو لا الحاكم اللي هنا تدخل خليها ما نحكوش، كاين سكري الحاكم اللي هنا تاع لي دارنا هنا بوركينا فاسو، كيتخلى عليه الحال كبيرو قلبه، كاين بزاف صوالح يتقصروا علينا حنايا. جاي تهضر لي تقول لي كولاسه في بلادك انت، هي باقي سكوند مركالك تجي تقول لي كولاسه، تقول تحصل في قاسامه كامل امنك سي كامل امنك، لي عبولا كاع ما يامنكمش، لي عبولا ما يامنكمش، انا نقول لك كاع ما يامنكمش، لي يعرف البولا كاع ما يامنكمش، انتوما روحتوا على بالك ولا الناس تضحك علينا، روحتوا جبتوا حتى واحد كيما عاد كيسموا الدربوس ولا ما كيعيطوا له هذاك تاع في المغرب تاع اللي يدير عام الضحك، يدير مسرحيه تاع الضحك، تبهديله حصلتوا في ذاك، حصلتوا في طياره، حصلتوا في بيلوت، حصلتوا كاع الناس. غي باش تنسو، احنا على بالنا باش تنسو، باش مكانش لي يجبد يقولو لعبت بستة الرولي واحد في الوسط وثلاثة قدام، انتوما تالمو شو تالمو لي زاربي تلعبو مليح في الكوب دافريك تاع لي فاتت، مكانش في من حصلتو، تبهديلة حصلتو في السحرة، حصلتو في السحر. ما لازم تقولوا بلي خسرنا غير 5 مباريات، قولوا بسبب السحر، قولوا بسبب السحر، امام السويد فانيك السحر، ما كان لا حمى لا والو، برد نورمال عادي، برد يعني تجري شويه تحمق صايب. وين نعاودوا نقولوا هذه عمليه الدس السم في عسل بنشر هذه الاحصائيات، كم يعلم الناس متعلمون او مثقفون، أو أن الإحصائيات فهي مجرد مقارنة فقط وليست دقيقة كالرياضيات، لكن 5 يعني خسارات رقم صغير، لكن العمق كان أكبر، الجرح كان أكبر، كان اللي تضربه موس تجرحه بصح ينظر غير فما بصح ينظر يقعد يخلص منها في البرد ديالها يقول لك وين يخلص. كنت نلعب ميني من قرص من صبعي ما فقت بها، هاي لو راهي تولي، هاي لا وين تولي، هاي لا وين، هاي صبعي يولي العظم يولي هنا، ها يولي هنا ها ولا شوف كنت مينيم 84 مازال لنا العظم يولي، تلعب مينيم 84 كونتر فتح مستغالي ريزافي، راني عقلها كيما ضرب بس عقل عليها.
خمس مباريات يعني، لكن خمس خسارات رغم السرب يعني 50-5، لكن العمق كان أكبر. وخسر هذا المشرف مع المنتخب الوطني في خمس مناسبات فقط، فقط راني معاك، ضد البنين بهدف لصفر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، ليعلم الجميع بأننا عمرنا لن هزمنا مع البنين أول مرة مع هذا المشرف. هذه فانك رقم قياسي، خاطر أنتم تقولوا باللي رقم قياسي 35 مباراة ما خسرناش، بصح هو فانك الناس حطمت أرقام قياسية معه. البنين عمرها لا ربحتنا، العشرية السوداء مع مهداوي الله يرحمه يعني، وسعداوي السعدي ومهداوي وكلش، وربحناها في البنين بثلاثة، ربحناها بس في البنين بثلاثة، وهنا ضربنا وقيلا بستة. يعني وين خسارة ضد منتخب البنين كان يحتل المرتبة 88 عالميا آنذاك، وأول مرة في تاريخه يفوز على المنتخب الجزائري وعلى أرضه. ضد غينيا الاستوائية هدف ليسب، ما نجبدولكمش الماتش نيل تاع سيراريو، هنا قعدت بهتيلة ما نجبدوش فيك. يعني ضد غينيا الاستوائية هدف ليسب في كأس إفريقيا 2022. خسارة ضد الفريق ضعيف جدا في الدوري الرسمي مغلقة، وما أدى إلى خروج من الدور الأول. خسرنا يعني أمام، يعني خسارة ضد فريق ضعيف هي غينيا الاستوائية في الدوريات الرسمية المغلقة، وما أدى إلى خروج من الدور الأول. ضد الكوت ديفوار 3-1 في كأس إفريقيا، خسارة ضد المنتخب جيد وعلى كل مستويات ومن كل نواحي، وترسيم الإقصاء من الدور الأول بنقطة يتيمة ضد منتخب كان ضعيف جدا سيراليون. مركاونا احنا ما وصلناش الشبكة، هما مركاونا البنت لاربيتري فيزا مزيا لاربيت، ما كنا غادي نجو كي كان غادي يصرالو كيما عاملي دا قطر، قال لهم انا نجيب كاس اسيا، خرجوه يجري كيما دخل، قال له يولي ولي 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 ولي. هذه هي خسارة يعني التأهل الى المونديال قطر على ملعبنا وأمام جمهورنا، وعدم المحافظة على التقدم في مباراة الذهاب، وتلقى أول خسارة على ملعب الشهيد مصطفى تشاكر منذ تعيينه للملعب المنتخب الوطني سنة 2002. 42 مباراة، وانتم تقولوا 35 مباراة ما خسرناش، فانك حنايا 42 مباراة ما خسرناهاش في تشاكر، خسرناها مع هذا المشرف، بس يكون على بالكم. ما نهضروش يعني ضد السويد وديا بهدفين لصفر، يعني رغم أن كنا قراب للإقصاء أمام بوركينا فاسو، كنا قراب للإقصاء، كون كانت مباراة ماتش دو باراج بيناتنا كنا غادي نخسرو، درنا ودودو هنا كنا غادي نخسرو، كثر خير النيجر اللي وليتو تصفرو عليها، وليتو تقايسو فيهم بالقرع. النيجر فما قالوا كنت عاود تولي نعاونوا بوركينا فاسو. سقوط في اول مواجهه للمنتخب الاوروبي يعني ضد السويد وديا هدفين لصفر، وسقوط في اول مواجهه ضد منتخب اوروبي، ولكن ليس من النخبه بل متوسط لا يقدر على التاهل لكاس العالم، وغير مرشح للتاهل لكاس اوروبا، والتي يحتل المرتبة الثالثة خلف السويد بلجيكا، وأمام يعني أسطواني يعني وين أربيجان، ضد أربيجان. نستنتج أن الخسارات يعني الخسارات تسببت في ضياع الأهداف المسطرة، نقولها لكم في ضياع، حتى على هو بدا العقد تاعو 2018 بداش كوب دافريك تاع 2019، خاطش تاع 2019 جابتها الاوضاع والاحداث اللي كانت في الجزائر، الحراك اللي كان ناس وجبناها، وكان داير دومي فينال كوب دافريك 2022 ما وصلهاش كاع. هذه باش يكون في علمكم، يعني نستنتج ان الخسارات تسببت في ضياع الاهداف المسطره والرئيسيه،
وتضييع العمل لسنوات وفشل في أول مقابلة ضد المنتخب الأوروبي متوسط بتعدد كامل. خسرنا أمام السويد، يعني دخلنا غرو كونفلي، التشكيلة المفضلة اللي عنده. أنا إش غالطين؟ إلا أنا غالطين قولونا. هذه هي أخويا، بقاو على خير، بقاو على خير، بقاو على خير. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير و بارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا دائما جديد. وصحه رمضانكم وصحه عيدكم سعيدكم.